ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، سنة تالتة، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. ازيكم يا سنة تالتة؟ وحشتوني كتير قوي قوي. والنهاردة معدي مع الحصة الأولى في يونت 1. قبل ما ابدا مع بعض، قبل ما نبدا مع بعض الحصه الاولى ونقعد نذاكر ونغني ونعمل الحاجات دي كلها، حابه اقول لكم حاجه صغيره. القناه بتاعتي اللي هي القناه دي، قناه حنين التعليميه، هتتقفل بسبب البلاغات اللي موجوده فيها، عشان انا بقالي فتره طويله ان انا مش بنزل فيديوز وكده. وبعد كده ابتديت ان انا انزل فيديوز، اول ما ابتديت ان انا انزل فيديوز حصل شويه حاجات كده، وفي ناس عاملين بلاغات على القناه. يا ريت اللي يعجبه الفيديو يا سنه ثالثه، يا ريت اللي يعجبه الفيديو بيستفيد بيه يعملي لايك، يعمل شير، والناس اللي مش مشتركه في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب. اوكي، على خير الله، وهنبدا مع بعض. اول لسن عندي هنا، هاو دو يو فيل، هاو دو يو فيل، انت حاسس بايه؟ هاو دو يو فيل، فيل، هاو دو يو فيل. فيل مش 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 ابن الفيلة، لا، فيل ده مش ابن فيلة، فيل ده اللي هو بيحس كده، حس. How do you feel؟ حس كده، حاسس بإيه؟ حاسس بإيه؟ حاسس بإيه؟ مش مهم، المهم happy، happy، sad، sad اللي هو زعلان، happy، sad، hot. يا لهوي التاني يا حر نار، hot. ايوه hot hot معايا يا حبيبي، يلا hot hot، يلا hot hot. tired، تعبان، مجهد كده، تعبان. tired، tired. thirsty، عطشان. فكرتوني انا كنت عايزه اروح اشرب شويه ميه وجايه لكم. ياه ده انا كنت thirsty خالص. بسم الله، ياه انا كنت ثيرستي قوي، ثيرستي، ما اسمعش ثيرستي، ها بليت نفسي، مش مهم، مش مشكله بقى، مش كل شويه تقولي لي بس انت بليت نفسك وكده ما يصحش يعني. ثيرستي، 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 ث ث ث ث، ايوه طلع لسانك شويه. ثيرستي، اصحى وفوق بقى. ثيرستي يعني ايه؟ يعني عطشان. اكسايتد، ياك، يس، اتس اكسايتد، بصوا بقى يعني فرحان، هلا منتعش، هلا بصوا قوي قوي يعني اكسايتد، يس، اكسايتد، اكسايتد. انجري، انجري، I'm angry now. سامع ولا مش سامع؟ سامع! I'm angry! تكلم على الله. Angry! يعني غضبان. Hungry! كاين. Hungry! كاين. Hungry! جعان. Happy, hot, tired, thirsty. Happy hot tired thirsty, 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 happy hot tired thirsty. بسرعة بسرعة ورايا بقى، ما انتوا قاعدين كل ده عشان تستني الاغنية وانا بقول لكم الاغنية بتاعتكم ايه. happy hot tired thirsty، happy hot tired thirsty. okay يلا. sad excited angry hungry، sad excited angry hungry، sad excited angry hungry، sad excited angry hungry، sad excited angry hungry, sad excited angry hungry, sad excited angry hungry. yes احنا كده شاطرين يا سنه. سنه كم؟ سنه كم؟ سنه ثالثه. بصوا يا شباب،
هتفتحوا البيج اللي فيها المحادثه الكونفرزيشن بين هنا ويوسف ومين تاني. المهم بين شويه واصحاب كده تمام. هي صفحه 28 صفحه 28 في الكتاب الباهر. صفحه 28 في كتاب الباهر خلاص. دلوقتي عندنا دي هتلاقيها موجوده في كل الكتب، هتلاقيها في المعاصر، هتلاقيها في كتاب المدرسه، هتلاقيها في الباهر، عشان انا مش بعمل اعلان على اي كتب تمام. انا مش بعمل اعلانات على الكتب، انا بتكلم ان هي هتكون موجوده في اي كتاب تمام. انا بس بكتبها عندي هنا علشان انا مش معايا كتاب. يلا يا شباب. I feel happy today. How do you feel Hannah؟ انا مبسوطه النهارده. انت حسب ايه انا؟ I feel excited. انا النهارده يس daddy is coming here soon. بابا هيجي هنا قريب يس. اوكي. How do you feel يوسف؟ انت حاسس بيه يوسف؟ ايوه يوسف، انت يوسف، انت كمان واسمه يوسف اللي جنبه ده كمان. قال له ايه بقى؟ It's hot. I feel thirsty. يا لهوي الجو حر، ده انا عطشان قوي. استنى بيفكروني كل شويه. بسم الله. اوكي تمام. I feel thirsty. Me too. وانا كمان. I feel hungry. جعان. Let's go to the kitchen to have something to eat. يلا نروح المطبخ ندور على حاجه ناكلها. ماشي؟ نشوف تاني. I feel happy today. How do you feel Hannah? I feel excited. Daddy is coming here soon. How do you feel Yusuf? It's hot. I feel thirsty. Me too. And I feel hungry. Let's go to the kitchen to have something to eat. بصوا يا شباب، في عندي كده زي دايلوج كونفرزيشن بين مامي وبين ولادها يعني تمام. ركزوا معايا عشان انا ما كتبتش كل الدايلوج كله. انا هقول لكم على حاجه اخر الجزء ده تمام. مامي هنا بتسال، سوري، البنت بتسال بتقول لها ايه؟ مامي هاو دو يو فيل؟ فمامتها ردت عليها قالت لها ايه؟ I feel unhappy and tired. ماما انت حاسه بيه؟ قالت لها انا حاسه ان انا تعبانه وزهقانه ومش مبسوطه وزهقانه كده. قالت لها ليه يا ماما؟ ليه يا ماما؟ احنا قصرنا معاكي فيها يا ماما كده. قالت لها واي؟ ليه؟ قالت لها بيكوز I have a lot of things to do and I must clean the kitchen. انا عندي حاجات كتير قوي في الشقه ولازم اروق المطبخ قبل ما بابا يجي. طبعا هي مش بتقول لهم كده، انا بقول من عندي قبل ما بابا يجي، لكن هي بتقول لها لازم انضف المطبخ تمام. عشان كده ست زعلانه مقهوره يا اولاد من جوه، مفيش حد بيساعدها. انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ المهم فقالت لها I can help you and so can Hannah we can clean the kitchen. احنا نقدر نساعدك يا امي وننظف الحاجات دي والكلام ده. فراحت الست قالت لها ايه؟ Are you sure؟ ايه ده، انت متاكده؟ متاكده انك هتنظفي لي يا بنتي يا حبيبتي؟ هتنظفي لي يا بنتي؟ هتنظفي لي انت واخوكي هاني؟ هتنظفوا لي؟ وفي بعد كده بقيه الديالوج. بصوا بقى يا شباب، انا كنت قايله قبل كده ان احنا عندنا امتحانات، نزلت امتحانات لرابعه ونزلت امتحانات لخمسه، وبالصلاه على النبي ما حدش حلهم تمام. معرفش هو مفيش وقت ولا مفيش دماغ تحل ولا مش فاهمه ايه، انا مش فاهمه ايه بصراحه تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، يا سنه ثالثه هنزل لكم امتحان وعايزاكم تحلوه باذن الله. ده لسن 1 كده خلص. لسن 2 ان شاء الله هيتصور، مش هيتصور اسمه ده، لسن 2 هقابلكم في لسن 2 يا سنه ثالثه. وباي باي بقى قبل ما نخبط في الكلام. باي باي.